السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس التعامل مع الأنجلر جي اس. اليوم إن شاء الله حنتعرف على استخدام الدايركتيف، الكنترولر والمديول وكيف ننشئها. في البداية عايزين نعرف سكريبت نسميه ماي اب. الماي اب طبعا أنجلر دوت. بهذه الطريقة احنا بنعرف مديول. المديول بتاخد اثنين باراميتر. The first one is النيم الخاص فيها وليكن نفس الشيء my app طبعا، والباراميتر الاخر اللي هو القيم اللي بتعتمد عليها هذه المديول. طبعا هنعملها empty array تمام. طيب انا مدام عرفت مديول محتاج ايش اعرف من خلالها؟ ممكن اعرف انا controller. الكنترولر نفس الشيء، سوري مش كونستراكتور، كنترولر. ممكن اعرف كنترولر بياخذ اثنين باراميتر، اقول له ماي كنترولر. طبعا الباراميتر الاول اللي هو الكنترولر نيم، الباراميتر الثاني بكون الشيء اللي بيعتمد عليه الفانكشن اللي بيعتمد عليه هذا الكنترولر كمزود بيانات. وليكن في هذه الحالة عايز أعرف، وهنا طبعا بتستخدم معه الأس دولار ساين ونسميه سكوب تمام. خلينا ننزل ونشوف كيف احنا ممكن نستخدم هذا الديتا ك السكوب هذه اللي هي بتعتبر كمزود بيانات خاصة بال المديول. طبعا هي بالضبط مثل الفيو باج، بتاخد دايناميك بروبرتي. بصدد انا عايز اطبع فول نيم مثلا، الاسم الاول واسم الثاني كمثال هيك في البداية، ثم بنتطور في الدروس القادمة ان شاء الله. بس عايز اعرفكم انها هي بتاخد اصلا ايش، بتاخد دايناميك بروبرتي، بمعنى انت بتختارها مش محدد سابقا. مثلا عايز اقول هنا الفيرست، مثلا فيرست نيم اوكي، ولتكن مثلا علي تمام، فارس نيم. وطبعا يطبعها اسمه كل نفس الشيء. حنعطيه اللاست نيم وحنعطيه اثنين ببارتي. لاحظ انت مثلا سامي تمام، لاحظ انه انت بتنهي الجملة الستيتمنت بسيمي كولون. طيب انا عايز اطبع التنين مع بعض نفس الطريقة، عايز اعرف دايناميك بروبرتي وسميها فول نيم. بس المرة هذه عايز نعملها كفانكشن عساس تظهر بيانات. طبعا الفانكشن بعمل تيب سمو كولون. هنا عايز اقول له هنا هات لي السكوب دوت الفيرست، لاحظ بتظهر عندك الان الفيرست نيم بلس، طبعا نسيب مسافة ونقول له هنا السكوب دوت اللاست نيم، سوري دوت لاست نيم تمام. طيب عرفنا ايش اللي عرفناه احنا، استخدمنا هنا عرفنا متغير او انونيمس داتا تايب. طبعا بنستخدم في الجافا سكريبت معروف الكلام هذا، انه انت بتستخدم انونيمس داتا تايب، قيمتها بتتعرف من خلال القيمة اللي بتاخدها تمام. يعني الداتا تايب بتعرف من خلال القيمة اللي بياخدها الفاليو تمام. المهم ما علينا، احنا طبعا استخدمنا الانجلر ضد المديول. المديول طبعا بتاخد اثنين باراميتر النيم وال قيمة البيانات او الشيء اللي بتعتمد عليه هذه المديول. طبعا من خلال المديول يتبع لها كنترولر. الكنترولر نفس الشيء بياخذ اثنين باراميتر النيم وبرضه الداتا اللي بيعتمد عليها. طبعا هنا السكوب بمثل بروفايدر داتا، طبعا مثل الفيو باج حكيت لك بياخذ دايناميك بروبرتي. انا عرفت اثنين بروبرتي هنا فيرست نيم ولاست نيم، وطبعا عملت فانكشن هنا برضه بروبرتي ثالثة تدمج ما بين التنين. طيب مش هذا الكلام الآن في البودي. أنا كيف ممكن أنا أستخدم هذا الديتا اللي أنا عرفته في الفانكشن من خلال دايركتيف جديدة طبعا خاصة بالكنترولر. الكنترولر بالضبط الاسم الآن حتبدأ تنادي الأسامي اللي أنت استخدمتها بالكل كأنك بتتعامل مع ID بالضبط. الآن أنا إيش ممكن أطبع؟ عايز أقول له طبعا فول مثلا نيم از
الآن بتظهر بيانات من خلال دبل كول بريسز مثل ما احنا عرفنا. سوري فيش سيمي كولون. هنا من خلال ايش حناخد؟ طبعا حناخد الفول نيم كفانكشن. احنا تعرفنا عرفنا فانكشن اسمه فول نيم، نقول له فيو طبعا بهذا الطريقة. نعمل سيف وتاجي نشوف البيانات اللي احنا نتيجة عملنا. حنعمل فيو ان براوسر ونشوف وين الخلل. وين الخلل؟ انا ناسي هنا الهيد، سوري شباب. تمام نعمل سيف، نقول له فيو ان براوسر. نعم علي سامي شايفينها ظهرت بهذه الطريقة. ان شاء الله يكون الدرس ممتع ومفيد. تابعوني في الدروس القادمة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.